مرحبا بكم الناس الكل، معكم مهدي الزواري كالعادة، وان شاء الله في الفيديو نتاع اليوم باش نخدمو اكزرسيس اخر تابع البارتي نتاع لوجيك كومبيناتوار. باهي، لهنا شنو نلاحظو؟ لهنا في التمرين هذايا عندنا لنا دو زادسيونور بينار مقابلين بطريقة ندرا كيفاش، معرفوش كيفاش انا مقابل هذيا فاش قاعد يعمل، الله اعلم، مش نفهم فاش قاعد تعمل السيركوي تاعو، لكن لازمني نعمر على الجدول هذايا، بعدين نعمل نطلع الفونكسيون ولا السيركوي هذه ديدويري فاش قاعد تعمل، نعمل ديدوير فاش قاعد تعمل السيركوي هذه. كالعاده طبعا ما نعرفش هي فاش قاعد تعمل، لكن نتبع الجدول نتاعي ونتبع الاسئله ونبداو بشويه بشويه. لنا عندنا رقم اكس حاطينه تصير 4 بيت، لنا عندنا انا دوسيونر بينار داخلين فيه الاكس، لنا عندنا رقم 6 خاطر البي 0 هذه في الماس 0، البي 1 والبي 2 في الفي سي سي، البي 3 في الماس 0 وهذه 0، معناها لنا عندي 6. لنا هذه عندي الرقم اكس، واضحه العمليه ولا؟ عندي لي سورتي نتاع اللي خرجوا لي من السيركوي الاولانيه هذه اس او ا، هذا يتسمى السورتي نتاع او ا، السورتي نتاع السيركوي او ا لهم اس 0 اس ا اس 2 اس 3 دخلوا في السيركوي او 2 في لي زونتري ا. في البي لنا شنو عندي؟ لنا عندي البي 0 مربوطه في الفي سي سي، البي ا والبي 2 هما بجودهم مربوطين بالسي 4 ومربوطين بالدي 4، البي 3 مربوطه في الفي سي سي والسي 0 هذه مربوطه في الفي سي سي. هذا شنو فهمت لحد الان؟ شنو قال لك لهنا؟ قال لك اون دون لوبيراسيون افكتيو بار لا سيركوي او ا سورتي او ا اس او ا ايغال اكس بلس 6. العطاله هذه المخرج هذايا السورتي نتاع السيركوي الاولى هو الاكس، هذا اونتري اكس مجموعه مع 6. On demande de trouver l'opération effectuée par la circuit U2 en fonction de X dans les deux cas suivants. Qui type de sortie U2 D4 égale à 0. Qui type de D4 égale à 0. Ou qui type de D4 égale à 1. Voilà, qui type de 0. Ou qui type de 1. B. خلينا ناخذها سيدي بن سيدي، كتب 0. Si U2 sortie de U2 الدي 4 فيها 0، الدي 4 فيها 0، ها واحد حاطتها بالكولار الاخضر، نخدمها الدي 4 يقال 0، نجيب 0 راه كاين عندي لهنا، معناها 0 باش يكون موجود من هنا، اصلا هو خرج من هنا 0، تعدى لنا وباش يتعدى لنا، شنو هو اللي عندي في السيركوي هذه؟ عندي ان 0 0 ا هي 9، ولنا شنو عندي؟ عندي اللي هي الاس او ا، السورتي نتاع او ا، اس او ا، مع هذا اديسيونير 9 مع 1. معناها كي تبدا الديكاتر نتاعنا صفر شنو اللي عندنا؟ يولي لنا عندنا سورتي او ا مع 9 مع 1 اللي هي شنو تساوي؟ سورتي او ا بجودها تساوي اكس بلس 6. تقول لي انت لوين حل فيها؟ خاطر قال لك اون ديمون دو تروفي لوبيراسيون افكتيو بار لي سيركوي او دو اون فونكسيون دو اكس، ما قالكش اون فونكسيون دو اس او ا، وين نعرف انه اس او ا ايغال اكس بلس 6، معناها نجي الاس او ا هذه ونعوضها باكس بلس 6 وبالتالي تقعد لي هذيك مع 9 مع 1. شكون هذا الكل؟ 9 مع 1 10، 10 مع 6 16، يولي لنا عندي اكس بلس 6. باهي، شنو نوريك لنا استيس مزيانه ياسر في الحاله هذه في التمرين هذا. هذه اكس ولا اكس هو نمبر سير 4 بيت، كي نزيدو 16 شنو يجرى له؟ يرجع هو نفسه. تقول لي كيفاش فاش قاعد تحكي يا اخي فاش قاعد تحكي؟ نشوفوا مع بعضنا، ناخذوا رقم سير 4 بيت 1100 باه، باش نزيدوا 16 درجه 16 با، باش نقدم به 16 با. نشوفوا مع بعضنا، هو سير 4 بيت مهم ياسر اللي اني نحكي على نومبر سير 4 بيت، نحكي على نومبر سير 4 بيت مهم ياسر، كان مش سير 4 بيت قاعده اللي قلتها لك توا ولا لاستيس اللي قلتها لك توا ما تقضيش. باهي 1100 شو معايا؟ شن نزيدها 1100 شن نزيدها؟ واحد شو تولي 13، بعتلي 14، بعتلي 15، كنش نزيدها 3 هذه شو تولي 15، معناها كنزيد نقدم بها 3 شو تولي عندي 15 اللي هي ا آه ا آه ا آه ا آه ا آه. قداش قدمت من باري؟ قدمت 3 باوات، معناها مازالوا لي 13 با. انا يعني قلت لك باش نزيد 16 لازمني كي نزيد 16 با نرجع لنفس العدد بالضبط. بعد ال 15 شنو باش يجي؟ كي نجيد 15 هي سير 4 بيت، معناها 1 1 1 1 تزيد با اخرى ترجع للصفر، خاطر ماكس هي 15، كي تعاود تزيد تقدم ما عادش باش تزيد تقدم اكثر ترجع للصفر، معناها البا بعد ال 15 هذه باش ترجع للصفر. كي نزيد واحد اخر هنا باش نلقى روحي رجعت للصفر، نزيد با اخر معناها كانوا عندي 13 زدت بهم البيس ا باش رجعت للصفر، ولا عندي 12 لنا عندي 4 عصفوره باش نزيد قدم بيهم 12 با، شنو نلقى روحي رجعت ل 12 ل 1100.
و12 هذوما الكل مشاو باش وصلت ل 1100. معناها كي تاخذ نومبر سير 4 بيت وتزيد 16 تقديما قدام، 16 خطوه لقدام، تلقى روحك رجعت نفس العدد نتاعك الاولاني. معناها اكس مع 16 ايجال اكس. معناها بعباره اخرى في السورتي او دي كي تبدا الديكاتر صفر، السورتي او دي نتاعنا باش تكون ايجال اكس. هذه القاعده الاولى اللي خرجنا بها. باه طوش نبدل الكولور نتاعي ونخدم الحاله الثانيه ب سورتي او دي دو 4 ايجال 1. خلينا نفسخ دو 4 ايجال 0. باه نجي مع بعضنا هنا كي تبدا دو 4 1 ا تجي لنا ا، معناها لنا عندنا ا والا هذه تجي لنا شنو هو الرقم العام اللي عندي لنا؟ سي 15 4 وحيد 4 لصوص سي 0 هذه فيها ا ديجا ديما موجوده. وعندنا اس او ا معناها سورتي او دي، هي سورتي او ا ما عادش لنا مع 9، شو اللي عندي لنا مع 15. هذا السورتي او 2 هو السورتي او 1 مع 15 مع 1، معناها هو ايجال السورتي او 1 مع 16. والسورتي او 1 هذا المخرج نتاع او 1 اللي هما سير 4 بيت، مش هما بجودهم يتكتبوا سير 4 بيت. كيش تزيدهم 16 بال قدام، كي باش تزيدهم 16 بال قدام باش ترجع للعدد الاصلاني نتاعك اللي هو اس او 1 كما شفنا مع الاكس مع 16. الاكس 4 بيت زدناه 16 بار قدام مع 16 رجعنا الاكس لهنا. ايش نلقى روحي رجعت الاس او ا اللي هي بجوده ايجال اكس ثاني اس او ا بلس 6، خاطر لازم الخدمه نتاعنا تكون اون فونكسيون دي اكس. باهي واضحه العمليه ولا الاكزرسيس هذا مش سهل؟ في بالي هانا ننوعوا، مره اكزرسيس سهل مره اكزرسيس صعيب، خلينا ننوعوا ما يسالش نتعلموا. باهي طلعنا بحاجه مزيانه تو لهنا، خلينا نفسخ الخدمه هذه اللي خدمتها لنا ونواصل العمر الجدول نتاعنا. اعطاني الحاله الاولى كي تبدا اكس فيها ا ا ا ا. باهي معناها ال ا اللي نشوف لي ا ا ا ا ديما كي تبدا تقرا في السيركوي خطط عليها كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات، خطط خطط ما تخاف من شيء. نجي لنا شنو نعمر الاسات، معناها شنو نعمر البارتي هذه اس 3 اس 2 اس ا 0 هذيك السورتي نتاع الاي ا. شنو نلقى روحي لهنا عندي 6، معناها شنو نعمل 15 شنو نديسيونها مع 6، واحد مع صفر واحد، واحد مع واحد صفر ونستحفظ بواحد، واحد مع واحد مع واحد واحد ونستحفظ بواحد، واحد مع واحد صفر ونستحفظ بواحد. معناها على السورتي يخرج لي ا زيرو ا زيرو ا. واضحه العمليه ولا شنو نلاحظ هنا؟ على الاس 3 اس 2 اس ا اس 0 اش خرجوا لي؟ صفر. هذه الاس 3 الاس 2 واحد، الاس ا صفر، والاس 0 واحد. وحاجه اخرى السي 4 هذه خرجت لي فيها ا، والسي 4 باش تكون مربوطه. نمشي على السي 4 لا وجه نلقاها مربوطه بالدي 4، معناها الدي 4 ساده هذه ديجا فيها ا، هاني سكرتها تخدم مع دي 4 هذيك اش تاخو ا لوجيك. باه نواصل تو الدي 4 ولات عندي منها ا لوجيك، معناها احنا في الكونديسيون بي تو نخدم. كان تو اش نمشيو دو 3 دو 2 دو 1 دو 0 دو 3 دو 2 اللي هما السورتين تاع السيركوي او 2، مع العلم اش تخدم السورتي نتاع السيركوي او دي، مع العلم انه الدي 4 نتاعك ايجال 1. الدي 4 نتاعك شبهها الدي 4 نتاعك ايجال 1. واضحه العمليه ولا؟ معناها السورتي او دي ايجال اكس بلس 6، السورتي او دي ايجال اكس بلس 6 مره اخرى. ها هي الاكس نتاعك اللي هي 1 1 مع 6 اللي هي ديجا حسبناها الفوق، مازالك حسبناها الفوق هي نفسها، معناها اش تخرج لنا نفس الريزلت بالضبط لهنا. لنا عندك ا 0 ا 0 ا، هذا شنو باش يخرج لك على السورتي نتاعك؟ معناها في الدي 3 عندك 0، خلينا نبدل الكولورات. في الدي 3 عندك 0، في الدي 2 اللي هي الاس 2 عندك 1، في الدي ا اللي هي الاس ا عندك 0، وفي الاس 0 اللي هي الدي 0 عندك 1. واضحه العمليه ولا؟ الرقم هذا يا انا قالك السورتي دي ام بي سي دي، شنو عملوا لي؟ خلينا نفهموا نفس الرقم هذا غير يقسموا على 4 بيت و 4 بيت، معناها باش يوريك انه حب يكتبوا على فورمام تاع بي سي دي بالاربعه بالاربعه، نعمل له حتى شيء جست بعدهم على بعضهم بالاربعه بالاربعه باش يقول لك انه الريزلت هذيك اللي خرجت لك راهي اون بي سي دي. انا الاربعه هذم حطهم مع بعضهم والاربعه هذم حطهم مع بعضهم، لان حب يقول لك انه الريزلت بتاعك اللي خرجت هذيك اون بي سي دي. ونطوى من طوى نجمو نفهمو السيركوي فاش قاعدة تعمل، لكن ميسالش خلينا نزيد نقدم ونفهمها السيركوي فاش قاعدة تعمل بشوي بشوي. نفس خصال البارتي هذه ونبداو في السطر اللي بعده.
نتعدى الليني اللي بعده. أعطاني الاس 3 اس 2 اس 1 اس 0 فيهم 1001، سبقني في التمرين هذا. أعطاني السورتي، سبقني به 1001. ب اولا خلطنا الاكس، احنا نعرفوا انه اس او ا ايجال اكس بلس 6. كان الحين بنطلع الاكس كيفاش نجم نعملها؟ الاكس ايش تكون؟ اس او ا موان 6. الاس او ا نتاعي هي 1001، ايش نقص منها 6؟ معناها بعبارة اخرى باش نعمل 9 الا 6 اللي هي لازم تطلع 3 0 0 ا ا. معناها الاكس نتاعي هي 0 0 ا هذه 3، هذه الاكس نتاعنا. السورتي نتاعنا هنا طلعت 9، خاطر شو اللي عندنا 3 لهنا واش نزيدها 6، واش تخرج لنا 9. باهي واش تخرج لنا 9 والسيكاتر سداش يخرج فيها 0 9، فماش في السيكاتر واحد، هذيك السيكاتر تاخذ واحد. كان كي تبدا السورتي نتاعك ستريكتومون سوبيريور ا 15، معناها من 16 وانت طالع، معناها هذه الديكاتر خلينا نعمرها فيها 0. كان الديكاتر فيها 0 نعرف روحي اني باش نطلع السورتي او 2 باش نخدم بالفاز نتاع الديكاتر فيها 0 اللي هو اللي نهض. باه تو باش نمشي للسورتي او 2، كي تبدا الديكاتر نتاعي ايكال 0 السورتي او 2 هي ايكال اكس، معناها دي 3 دي 2 دي 1 دي 0 اللي هما يمثلوا السورتي نتاع الاو 2 هذوك هما بجودهم ايكال اكس. وين الاكس نتاعي نعرفها اللي هي 3، معناها لنا نكتب 0 0 1 1. انا الاحمر هو نفسه الازرق، نقلت له اكس كوبي كلي، ولين نكتبه اون بي سي دي بالاربعه بالاربعه، هذا واش نكتب له 4 صفور لهنا، ولين ايش نحط له 3. انا اون بي سي دي نزيد نخدم التمرين اللي بعده. ديجا عرفت السيركوي يعني فاش قاعده تعمل هنا، لكن ما يسالش حتى انت كان ما تفطنتش فاش قاعده تعمل السيركوي، نحب نوريك اللي انت تنجم تخدم من غير ما تعرف شنو هو السيستم قاعد يعمل، عادي ياسر، اما بعد لي ديدويري، بعد لي افهموا فاش قاعد يعمل. به نواصل هنا الحالة اللي بعدها، جاني مدي 3 دي 2 دي 1 دي 0 حط لي فيها 1001، لهنا 1001، معناها على السورتي يو 2 حط لي 1001 بعبارة أخرى، واضحة هذه ولا 1001؟ والدي 4 فيها 0، مهم ياسر هذه، دي 4 فيها 0، معناها لهنا عندي 0، لهنا عندي 0 0، مهم ياسر النقطة هذه، دي 4 0، معناها احنا نخدموا بهذه. السورتي او 2 لورسك الدي 4 نتاعنا ايكال 0، والسورتي او 2 وقت الدي 4 تبدا 0 السورتي او 2 ايكال اكس. هو اللي عطيها لي السورتي او 2 1001، هو عطيها لي السورتي او 2 1001 اللي هي بجودها شكون؟ اللي هي بجودها اكس، معناها الاكس اللي طلعتها اللي هي 1001. واضحه العمليه ولا؟ نمشي للاسات تو، نمشي للاسات، شنو هي هذه؟ S0 S1 S2 S3 هذوما السورتي U1 اللي هما X بلس 6، يعني عندي X اللي هي 9 باش نزيدهم 6 ونجمة 1 1 1 1 تطلع لي 15، ونجي نكتب السورتي دي أون بي سي دي حتى شي، هذا جست تردو بالأربعة بالأربعة، وهو تو باش نفسر لكم السيركوي فاش قاعدة تعمل باش نجمو نعمرو اللينيا الأخرانية. شوفوا معايا لهنا السيركوي شنو عطيناها لهنا؟ عطيناها 15 في البينار، عطيناها 15 في البينار، صحيح ولا؟ عطيناها 15 في البينار، رقم 15، شنو طلعت لنا السور دي دي اون بي سي دي؟ 1 و5، حولتها للبي سي دي، كان عطيناها 3، خلتها 3، خاطر من 0 ل 9 فما حتى فرق لا بين بينار لا بين بي سي دي، عطيناها 9، خلتها 9، لهنا زعما شو تعملها؟ شو تعملها السيركوي؟ كيما لنا عطينا 15 حولت لنا 1 و5، لنا شنو عطيناها؟ عطيناها 1 و0 اللي هي 10. في الاصل شنو هو الرقم اللي عطيناه؟ لا عطيناها رقم اون بينير 10 اون بينير اللي هي 10 10 حولتها السيركوي اون بي سي دي، معناها السيركوي اللي عندنا منها لهنا هي سيتا سيركوي دو كوركسيون بينير بي سي دي، تعطاها رقم بينير تنقلوا البي سي دي تحولوا البي سي دي، ما تجمعش مش ادسيونير بي سي دي تحط له رقم بي سي دي ورقم بي سي دي يجمعهم لك اون بي سي دي، لا تعطاها رقم بينير صلحوا لك تردوا لك اون بي سي دي، عباره زادته 6 معناها. هذه هي السيركوي شنو تعمل؟ سيركوي دو كوركسيون بينار فير بي سي دي، معناها كان لنا السورتي نتاعي 10 اون بي سي دي، معناها في البينار عطيناها 10 اون بينار. باه هذه الاكس لنا شو نعمل لها ال 10 هذيك باش نزيدها 6 مع 6 0 مع 0 0 1 مع 1 0 مستحفظ ب 1 1 مع 0 مع 1 0 مستحفظ ب 1 1 مع 1 0 مستحفظ ب 1، خرج لي لهنا 1 ولنا 4 صفوره،
معناها عدي 4 واحد ولهني 4 صفورة. عدي 4 واحد علاش؟ خاطر الدي 4 هي انا مربوط في السي 4، واضحة ولا؟ ولهني واحد، شي يمشي لهني شوية لان عندي واحد واحد وهذوما مربوطين في الواحد، معناها لهني ولا عندي 15. السي 0 ديجا هاني مربوطة في الفي سي سي، معناها يبدا عندي من الداخل واحد. ولهني شنو جاي؟ لهني عندي اس او ا، سورتي نتاع او ا اللي هما 4 صفورة، 4 صفورة مع 15 مع واحد، قداش يطيحوا؟ 4 صفورة مع 15 مع واحد يتيحوا لنا 16، معناها اون بينير، واحد لهنا واربع صفور لهنا. واضحه العمليه ولا؟ سي 4 هذه مشنا باش نكتبها في حد شيء، باش نجيو لهنا سورتي نتاع او 2 اللي هما من دي 3 لدي 0 باش نحط فيهم صفور. هون الرقم نتاعي بعد تالي كي نحلو نكتبو بالاربعه بالاربعه، اربع صفور لهنا وعندي واحد واش نزيدو ثلاثه صفور يطلع لي 10. وهذيك السيركوي نتاعي لان شنيا؟ صحيح التمرين هذا يدخل بعضه شويه، حبيت اني نصعب بالعاني. خل نوعه ميسالش، مرة سهل مرة صعيب مرة متوسط، كيك انا اتعلمه برشا. زدت هذا خدمته على اليوزيس، عملت له السيميلاسيون نتاعو على اليوزيس، خل نزيدو نثبتو من الخدمة اللي خدمناها صحيحة ولا لا. لان هو عملت له السيستم نتاعنا السيميلاسيون على اليوزيس نتاعو، نقلته كوبي كلي، ولا شنو عندنا؟ عندنا سيركوي دو كوركسيون بينير فيربي سي دي، تحط لنا رقم اون بينير يتحول لك لهنا سورتي اون بي سي دي. نجربو كي نحط ثلاثة ننزل باش تطلع لي في اليونيتي نتاعي ثلاثة، باهي على الاخر. نحط 9 لازم تطلع لي 9، لكن شوف معايا كي نحط مثال 12 اشتغل 1 و2 ديجا تمشي الريزلت هذا، نجم نربطهم على افيشير بي سي دي 6 سيجمون، بما انه السورتي نتاعي اون بي سي دي ينجموا يدخلوا في ان افيشير بي سي دي 6 سيجمون. حطيت 1100 تخرج لي 12، حطيت 15 تخرج لي 1 و5 15. واضحه العمليه ولا؟ مثال ناخذ رقم اخر 14 1110 يعني 4 و1. انا قاعد حوالي من البينير للبي سي دي، هذيك هي السيركوي نتاعنا. لكن كيما لاحظتوا في التمرين واني نخدم حتى ما نعرفش السيركوي شنو تعمل من الاول، النجم نجاوب بالصحيح مادام فهم كل السيركوي كيفاش تفونكسيوني، شنو معناها اديسيونير بينير، شنو معناها اديسيونير بي سي دي، شنو معناها ملتيبلكسور، شنو معناها يو ا ان. ما تخافش على روحك، وهيك علاش اني طولت فيهم ياسر البارتيات هذوك باش نفهموهم على قاعده صحيحه. هيك نكونوا كملنا الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نخدم لكم اكستريم من ديفوار نتاع باك 2019، جابوها لنا مع لوجيك كومبيناتوار سهله ما فيها حد شيء. وهيك نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا نتاع اليوم، ما تنساش لايك وسبسكرايب وتبارطاج الفيديو مع اصحابك، والسلام عليكم.